مرحبا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. موقع يمن شباب يكتب عن تداعيات كارثية تضاعف معاناة الصيادين في اليمن. والشرق الأوسط تكشف عن 15,000 مخطوطة يمنية مهددة بالتلف و160,000 قطعة أثرية غير موثوقة. أما صحيفة الاتحاد فقد تحدثت عن الحصار الحوثي وكيف يدفع سكان تعز لقطع الأشجار كبديل للوقود. مرحبا بكم، والبداية من موقع يمن شباب، والذي نشر تقريرا خاصا حول حظر تصدير الأسماك وتداعيات تضاعف معاناة الصيادين في اليمن، حيث قال في بدايته أن الحكومة اليمنية حظرت الصادرات إلى خارج البلاد، وهو ما أثار مخاوف آلاف الصيادين، خاصة أن القرار لم يتضمن أي إجراءات لمعالجة الأضرار الناتجة عن تطبيق القرار. وفي 19 فبراير الجاري أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري قراراً بوقف تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج، ووجه بمراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لتنفيذ القرار. وحول التداعيات الكارثية، وضح الموقع في تقريرها أن قرار إيقاف تصدير الأسماك الذي بدأ تطبيقه اليوم الأحد أثار مخاوف واستياء الصيادين الذين أكدوا أنه سيكلفهم خسائر كبيرة. ووصف رئيس الجمعيات السمكية في سواحل الخوخة بمحافظة الحديدة خال صغير القرار بالمجحف في حق الصيادين، مشيرا إلى أن الصياد هذه الأيام لا يناسبه الوضع وهو يصدر صيده إلى الخارج، فكيف إذا منع من التصدير؟ مشيرا إلى أن البطالة ازدادت في مجتمع الصيادين وأصبح الكثير منهم تحت خط الفقر، ولا توجد معالجات لقضاياهم أو دعمهم. وعن أسباب ارتفاع الأسعار، أشار الموقع في تقريره إلى أن هناك أسبابا كثيرة تقف وراء ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، منها أسباب طبيعية مثل موسم الرياح وفترات التكاثر وهجرة الأسماك، ومنها ناتجة عن الوضع في البلاد مثل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية ومستلزمات الاصطياد. وقال الناشط القبي إن هناك مساحات كبيرة من السواحل أغلقها الحوثيون ومنعوا الصيادين من دخولها أو العمل فيها، كذلك الجزر، وهذا ينعكس على الإنتاج، فينخفض الإنتاج السمكي ويرتفع سعره في السوق المحلي، كما ينخفض التصدير. القضية اليمنية أم الجنوبية؟ هكذا تساءل السياسي والدبلوماسي علي أحمد العمراني في مقال نشره موقع المصدر أونلاين، والذي قال في بدايته إن الدلالة والدعم متعدد الأوجه، بما في ذلك الدعم العسكري والمالي والسياسي الذي حظي بها الانفصاليون منذ سنوات جعلهم يرفضون الآن ما كانوا يتمنون سماعه من قبل. وأوضح العمراني في مقاله أن الدكتور العليمي في مقابلته الأخيرة قال كل شيء سيطرح على الطاولة، ويقصد بما في ذلك موضوع الانفصال، مشيرا إلى أن تبني مشروع الانفصال والتعاطي معه في اليمن لا يخرج عن الخيانة الوطنية العظمى. وأشار العمراني في مقاله إلى أن مشروع الانفصال لا يخلو من تحقيق رغبات خارجية، بل لعل البعد الخارجي مؤثر فيه كثيرا، وقد كان البعد الخارجي في موضوع تقسيم اليمن منذ عهد الاستعمار مؤثرا وفاعلا وخطيرا ومرفوضا، وما يزال لافتا إلى أن القضية اليمنية صارت في كل بقاع الدنيا وكل المحافل هي العنوان والبيان، وهي الأعمق والأشمل والأصل، ولم يبقى من القضية الجنوبية إلا ما يراد به المجاملة والاستغلال لمصالح خاصة أو فئوية، وإعاقة مواجهة الحوثي وترديد عبارات محفوظة مثل قضية عادلة وخلاقة. وحمل العمراني الشعب اليمني مسؤولية وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، لافتا إلى أن اليمنيين لن يقبلوا تقسيم بلاده تحت أي ظرف وأي ضغط وأي رغبة وأي ثمن وفي أي وقت. وفي الوقت الذي ننظر فيه إلى مشروع الحوثي باعتباره شرا وخطرا بلا شك ولا ريب، قال العمراني إن مشروع الانفصال لا يقل خطرا وشرا، وقد يزيد على خطر الحوثي في المدى المتوسط والبعيد. ودعك من الدعاوي والمزاعم التي تتبنى خلاف ذلك وتقلل من خطورة مشروع الانفصال، فهي دعاوى ومزاعم زائفة وممولة من الخارج في غالبها وساذجة فيما يستند منها إلى حسن النوايا. حول العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثي، نشر موقع العاصمة أونلاين تقريرا قال فيه إن مدارس العاصمة صنعاء افتتحت الأسبوع الدراسي الأخير للصفوف الأولى بفوضى وتخبط عمت أجواء الاختبارات والتي تسببت باستياء وإحباط أوساط المعلمين والطلاب. وأوضح الموقع في تقريره أن القصة تكمن في القرارات العشوائية والارتجالية الحوثية في إدارة التربية التي كانت قررت في وقت سابق بدء المدارس لاختبارات الصفوف من الأول إلى الخامس أمس السبت، إلا أنها أعلنت التأجيل صباح اليوم ذاته. وقال الموقع إن معلمين استاءوا من التأجيل الحوثي معتبرين إياه قراراً غير مدروس ويأتي ضمن العمل العشوائي في المدارس بما يخدم فعاليات الحوثي وأنشطته لا بما يخدم الطلاب. من جهتهم قال طلاب وطالبات تفاجأوا بالتأجيل إنه سبب لهم الإحباط والانكسار والشعور بالملل على حد وصف طلاب في مدرسة عبد الرحمن الداخل. ووفقا لمدراء مدارس فإنهم تلقوا تعميما جديدا وصلهم متأخرا بعد أن ألغوا الامتحانات بأن عليهم اختبار طلاب الصف الأول حتى الثالث بعد أن كان السماح إلى الخامس الابتدائي. وبحسب الموقع فقد تعرضت مدارس أخرى بحسب معلمين إلى غرامات حوثية التي تنصلت عن تعميمها بالتقديم وتحديد موعد الامتحانات. وأكد المعلمون أن المدارس التزمت بالتعميم الأول وأنزلت جداول الاختبارات، وبعد أدائها اليوم الأول تم إلغاؤها وتحميلها غرامة مالية. ووصلت الغرامة الحوثية على المدارس دفع نصف مستحقات معلمي المدرسة الشهرية والتي يقدر بعضها ب30,000 ريال عن كل معلم. عربيا، قال صحيفة الشرق الأوسط إن الفنون والثقافة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية تعيش أوضاعا مأساوية باتت معها عشرات الآلاف من القطع الأثرية مهددة بالسرقة والبيع، والآلاف من المخطوطات التاريخية معرضة للتلف بسبب عدم حفظها وفق القواعد العلمية، فيما المباني التاريخية والمتاحف والهيئات التابعة لها مهددة بالانهيار. يأتي ذلك في وقت يصادر فيه القيادي المتنفذ أحمد حامد الذي يشغل موقع مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي مليارات الريالات من عائدات صندوق الثقافة والتراث بعد أن أوقف مخصصات الفنون والثقافة والآثار. وذكر عاملون في قطاع الثقافة بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية للشرق الأوسط أن حكومة الانقلاب اعتمدت ميزانية شهرية لقطاع الثقافة بمبلغ يساوي $1000 خاضعة للضريبة، حيث تم توزيع هذه الميزانية من قبل الميليشيا على صغار الموظفين المتعاقدين الذين لا يتجاوز راتب الواحد منهم $30 في الشهر. وأكدت المصادر أن موظفي قطاع الثقافة والفنون يعيشون مرحلة من البؤس والمعاناة لم تشهد من قبل، في حين تصرف المليارات لصالح المقاتلين أو لحشد المزيد منهم أو نفقات للمشرفين الحوثيين في كل مرافق ومناطق البلاد. من جهتها نقلت مصادر سياسية عن وزير الثقافة في حكومة الانقلاب الحوثية شكواه من مصادرة القيادي أحمد حامد عائدات صندوق التراث والثقافة التي تصل إلى مليارات الريالات سنويا، قوله إن هناك 160,000 قطعة من أهم القطع الأثرية في المتحف الوطني بصنعاء، وهذه القطع غير موثقة وغير مؤرشفة وغير مسجلة، مع تأكيده أن المباني القديمة آيلة للسقوط وتحتاج إلى صيانة، مشيدا بالجهود التي تبذلها منظمة اليونسكو لبعض المشروعات. قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن أصوات المناشير الكهربائية تتعالى في جبال جنوب اليمن الغارق في الحرب، إذ أصبحت الأشجار مصدرا بديلا للطاقة لسكان تعز الذين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بفعل الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ سنوات. ولم يسلم اليمن من التضخم العالمي وارتفاع أسعار الطاقة، برغم أنه منقطع عن العالم إلى حد كبير بسبب الحرب المستمرة منذ 2014. وتقول الصحيفة إن هذا الصراع الذي خلف مئات آلاف القتلى وملايين النازحين دمر كذلك اقتصادا هشا للغاية، ما دفع جزءا كبيرا من نحو 30 مليون يمني إلى حافة المجاعة. وتستطرد الصحيفة على مشارف مدينة تعز التي تحاصرها ميليشيا الحوثي الإرهابية، يجمع حسين عبد القوي وزملاؤه خشبا من أشجار قطعت حديثا في غابة قبل رميه في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة. ويقول عبد القوي: بدأنا في قطع الأشجار وبيعها لأنه ليس لدينا وسيلة أخرى للعيش، ويؤكد أنه لا خيار أمامنا سوى بيعها مثلما لا خيار أمام الناس سوى شرائها. وفي ختام السلطة الرابعة أترككم مع هذا الكريكاتير، إلى اللقاء.